مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استشارات قانونية. قبل ما نبدأ موضوعنا الخطير اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، وهو سرقة مواطن داخل مستشفى شهير بمصر الجديدة، قبل ما نبدأ حلقتنا بنهنئ الأمة الإسلامية وكل المشاهدين بمناسبة مولد سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان بنهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. النهارده اعزائي المشاهدين حلقتنا حلقه خطيره جدا، ملف الاهمال الطبي. ملف الاهمال الطبي النهارده بقى جريمه بشعه موجوده كل يوم، كل يوم نصحى على نشوف مريض للاسف مفيش ضمير سواء في المستشفيات او الدكاتره. النهارده اعزائي المشاهدين هيكون معانا ويسعدنا ويشرفنا معالي المستشار الجليل المستشار فريد نصر لتحليل القضيه. اهلا بيك معالي المستشار. اهلا بيك. كمان معانا المريض اللي انتهكوا حرمته وانتهكوا مرضه في المستشفى، المريض اشرف حسن. اهلا بيك. عايزين نسمع من المريض اشرف حسن، عايزين نسمع منك كده نبذه مختصره عن اللي حصل معاك. والله هو باختصار كده ان انا يعني مش اتنسلت، اتسرقت في مستشفى. ما تفرقش. ما الناس دي جريمة سرقة. انا اتدبحت مش اتسرقت، اتدبحت كمان. باختصار كده يعني ان واحد راح يعمل حصوه، على كلام الدكتور انا لا كان في حصوه ولا حاجه، هو قال حصوه. اللي راح يعمل حصوه ده، ايوه انت رايح تعمل حصوه وانت اصلا دلوقتي تقول ما كانش في حصوه. ما كانش في حصوه؟ امال ايه يعني؟ كنت كانوا قالوا لك انك انت عندك ايه؟ بص يا فندم، انا جالي نغزه كده جنبي وجعني، عرقت واغمى عليا وقعت، الناس شالوني ودوني المستشفى. لما فقت لقيت الدكاتره والناس، هو الدكتور بيسالني يعني انا يعني انت اسمك ايه؟ اسمي فلان. دول كام؟ خمسه. دول كام؟ ثلاثه. طب تعرف تقدر تقعد؟ اقدر. ده بتاع الطوارئ ده الدكتور حسام بنفسه اللي كان اول مره اشوفه. لا يعني في الطوارئ ولا في الاستقبال يا فندم؟ انا في قلب المستشفى. طبيب الاستقبال في مستشفى الجنزور في سنه الاوبا. فالمهم لما قعدت وقال لي انت كنت داخل، كنت في غيبوبه؟ ايوه يا فندم، متشال شايلني. تمام. انا وقعت بره في الشارع، لما فقت لقيت نفسي على الترولي وقاعد. انا عايز افهم في ايه، فين بطاقتك؟ بعمل كده الاوراق كلها ملمومه، ما اعرفش في ايه. فالمهم فوجئت بيه بيقول لي ده ما تقلقش ما فيش حاجه. قلت له ده في نغز كان بيجي لي كده وانا اغمى عليا. قال لي طب هنعمل اشاعات، اشاعه بس نطمئن. المهم جاب الاشاعه مساكه كده. يا استاذ اشرف، مش اشرف برضه؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي ما تقلقش، دي فيه حصوه يا ابني مرمله على الكلى اليمنى، وهو في الواقع ثلاث حصوات مرملين على الكلى اليمنى. هو قال لي كده، انا عمري ما تعبت. يعني انت ودي هتعدي دي قبل الغيبوبه دي ما كنتش بتشتكي باي حاجه خالص؟ لا، كان في نغز بيجيني بس نغز بس ما شكه كده، شكه ابره، بعمل كده وارجع خلاص تروح مني. المره دي جت اغمى عليا وقعت وعرق وبتاع، والدنيا معايا كانت سودة خالص. تمام. فوقت لقيت نفسي في المستشفى. الراجل الدكتور ده قال لي كلمه انا مش هفهم في الطب، عمري ما هبقى زي سعادتك. بيقول لي دي هتعدي دي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لازم نعمل عمليه علشان دي لو اتثبت كده دي هتعدي دي هتتلف دي. معانا مستشار؟ خوفني يعني. هم ابتدوا معاه خوفني. قالوا له ان في ثلاث حصوات على كلية. قلت انا موافق، وان لو ما اتشالتش هتعدي الكلية اللي جنب بيتي. بالظبط يا فندم. قلت له انا موافق. سعادتك انا بايدك دي، ايدك دي اللي هتقول لي عليها هعمله. تمام. طيب هنحتاج بس نعمل شويه فحوصات. وقلت له انا تحت امرك اللي انت عايز سعادتك، بس انا راجل ظروفي تعبانه، انا العماره بتاعت لوران وقعت والدنيا خربت معايا، انا اسكندراني ومفيش الظروف. قال لي هنتكلم في ده بعدين. انا عايز اسالك سؤال بس، فضل. مين اللي وداك المستشفى؟ الناس لما وقع يعني انت عليه. يعني انت ما فيش اهلك ما كانش معاك؟ انا اهلي سعادتك، انا العماره وقعت، عماره لوران، انا كبير على اخواتي، انا نعم رشا وسمير احمد وابراهيم وامي وابويا، دول راحوا في البيت. تمام. انا مطلعهم بايدي من تحت التراب. البقاء لله. كلنا هنموت. الدكتور حسام الجنزوري ده انا مش عايز ادعي عليه، بس هو انا عايز بس يعرف ان هو هيموت. بس يا ريت استاذنك ما نقولش اسماء. لا اسمح لي، لا اقول ده ذبحني. لازم اقول يا ريت بس، لا اقول اسمه، قول اسمه عشان ده ذبحني. والله العظيم ذبحني. ما هدي يعني نفسك كده زي ما اقولش عليه، اقول عليه واقول 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 وهفضل اقول لحد لما اموت. يعني انا عايز حاجه. قول لي انت رحت مستشفى حكومي ولا مستشفى خاصه؟ دكتور زي ده كده، لا
لما يعني مؤاخذه يعني معالي المستشار بيسالك رحت مستشفى حكومي ولا خاصه؟ مستشفى حكومي ولا مستشفى خاصه؟ انا سعادتك لما شالوني دخلوني على المستشفى دي انا لا اعرف خاصه ولا حكومه ولا من مصر، انا ما اعرفش حاجه. ما عرفتش بعد كده ما اعرفش حاجه. المستشفى دي انا ما اعرفش حاجه اصلا. ذكر اسمها معالي المستشار في مصر الجديده، هي مستشفى اتضح ان هي مستشفى خاصه واستثماري على اعلى مستوى. ايه انا مستشفى خاصه يا فندم. يا فندم ده راجل مبسوط عنده مستشفى خاصه، تمام، عنده اكتر من 1000 عامل، راجل ليه عيله وليه ظهر جامد، مفيش حد في ربنا ضرب يعني. انا ثبت مع التحقيقات والتحريات بعد انا ما عملت القضيه وعلمت ان الكليه راحت اساسا. انت من قلب المستشفى كمان. عايزين بقى نعرف ازاي عرفت ان الكليه راحت. ماشي، هو سعادتك لما جه قال لي لما جه اكتشفت ازاي؟ انا هقول لسعادتك. طبعا هو اساسا انا داخل العمليات علشان اعمل عمليه. عمليه ايه؟ عمليه حصوه. لما جيت فوق من البنج لسه دايخ فلقيت ناس واحده ست بتعمل ديتول كده، ست تخينه كده، بابا بقول لها والنبي الريحه تعبتني. أيوة. مش قادر اخد نفسي. قالت لي ازيك يا ابو اسكندر ما دام صحيت وقمت بالسلامه، شوف البنات اللي تعبوا معاك في البنج دول راضيهم. فقلت ماشي راضيهم. هنا بقى المصيبه جايه. وانا براضيهم في واحده واقفه على بعد كده مش هقول اسمها عشان دي انسانه اتعذبت بسبب انا. لازم تقول كانت شغاله في، لا دي بس دي من المطريه مش معنى دي بقى. هقول لك عايز تقول على اسمها عشان دي، اقول لك عشان ده جوزها شغال. انا كفايه ان احول المعلومات دي، جوزها في قلب الاسم اللي بتاع الزيتون. وهقول لك انا اصل هي دي طيب على كلامك اللي هي كشفت الجريمه. انا هكمل ساعتها عايزين نسمع منه هي يعني اولا واقعه كامله. وبعدين هي دي معالي الرئيس اللي كشفت الجريمه بتقول له راضي الناس معالي المستشار ما قالت له ايه؟ دي جات لي يا فندم، دي جات لي مش جاتليش، هي واقفه كده على الباب كده مسكت الشارع. قالت لك ايه؟ بتقول لي انا مش عارف انت فرحان على ايه؟ رحت انا رد قلت لها ما افرحش ليه؟ انا قمت بالسلامه زي الفل ورحت عامل كده. هي قالت انا هقول لك كلمتين، لو حد من المستشفى سمعهم انا هطرد بره. انا معايا امي واختي وظروفنا تعبانين. ايوه انا امي بتاعت لومد بتاع دكان اللي هو بتاع لومد الكهرباء وسلك. دي الست دي اللي بتقول لك الست دي ومعايا يعني ومعاها عيلين. بتقول لي انا هقول لك كلمتين، انت مضحوك عليك، انت ما عملتش حصوه زي ما قالوا لك زي ما فهموك، ده انت عملت كلى، شالوا لك كلى، قلت لها كلى ولا منبار ولا لحمه راس؟ انا بضحك، ده اللي انا بتكلم فيه. بقول لها كلى ولا منبار ولا لحمه راس؟ انا بضحك. هي تنزل الاشاعات تحت وانت هتشوف. اهدى بس بعد اذن الاشاعات. ايوه يعني طب وهي عرفت ازاي ان هم شالوا يا فندم؟ الدنيا كلها عارفه، انا كنت معجوز في غرفه 501 في مستشفى. هي انت مش دخلت غرفه العمليات؟ ايوه دخلت العمليات وطلعت. عظيم. وطلعت و... الاوضه اللي انا كنت فيها فيها تلفزيون، اوضه مجهزه، انا حاسس ان انا كنت قاعد في صلاه عابدين مش في مستشفى، فاهمني؟ بس طبعا انا ما اعرفش التكاليف، انا الراجل فقير، الراجل مش زي سعادتك، مش زي الناس يا دي يا سيدي، كلنا زي بعض. طب انت اما لقيت نفسك بعد اذن معالي المستشار، اما لقيت نفسك في الوضع القصر الجمهوري ده، ما قلتلهمش انا مش هقدر اسد التكاليف؟ لا انا ما قلتش الكلام ده خالص. انا عمر ما شفت واحد بيعمل اشاعات. انا عشان اعمل اشاعه لازم ادفع حق الاشاعه. بالظبط كده. انا لما كنت بروح وكان بيوديني بتاع اسمها في الالف ماسك اسمها كاروس كهان، كان بيبقى معايا واحد من طرفه. تمام. اتضح فيما بعد في التحقيقات ان اللي كان بيروح معايا ده تبع الدكتور حسام سمسار مصيبه. يا ريت استاذن فريق الاعداد يحاولوا يدخلوا معانا صاحب المستشفى او اي حد مسؤول في المستشفى. اتقال عليا اتقال عليا قواضي، واتقال عليا ان انا متبرع، واتقال عليا ان انا ماضي اقرارات. طب ما هو ممكن يكون مضاني وانا متبنج. هو اصلا يا حاج معانا مداخله هاتفيه من مين؟ بعد اذن معالي المستشار يعني يجرى لك العمليه، والمفروض انك انت هيمضوا موافقتك على العمليه اللي انت عايز اللي هتتعمل لك. معانا مداخله هاتفيه. مين معانا؟ دكتور خالد مجاهد معانا على الهوا. اتفضل يا دكتور خالد. هيا يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. تحياتي يا فندم، اتفضل. هو حضرتك دلوقتي زي ما معاليك سامع الواقعه، مريض معانا الحاج اشرف حسن بيتهم مستشفى شهير في مصر الجديده بسرقه كليته. مستشفى ايه يا فندم عفوا؟ الجنزور يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل معاك الحاج اشرف، معاك دكتور خالد. اتفضل اهو معاك. اتفضل يا استاذ اشرف. معاك متحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. يا فندم انا ليا بس طلب واحد بس مفيش غيره. الراجل ده معايا انا اثباتات من النيابه العام، من النائب العام وناس. استاذ اشرف معلش عفوا، في يعني في صوت جامد كتير انا مش سامع الحقيقه. سامعني كده يا فندم؟ يا استاذ اشرف يا فندم
اي يا فندم اتفضل. سامعني يا فندم كده؟ اي اتفضل حضرتك. الدكتور ده ثبت ان هو عمل اكتر من 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 55 يعني شبكه اجراميه لتجاره الاعضاء اجرت اكثر من 55 اهي شبكه اجراميه لتجاره الاعضاء اجرت اكثر من 50 عمليه نقل اعضاء من الضحايا. ماشي دكتور اهو جايبين اسم المستشفى 50 عمليه من قبل ما يشوف خلقتي، يعني اذا الراجل ده متمرس في الحاجه دي. ماشي الحاجه الثانيه الراجل ده لا يعرفني ولا يعني في دكاتره ما تعرفنيش ولا عمرهم شافوا خلقتي ولا ولا انا شفتهم. ليه بعتوا لي احوالات؟ ليه بعتوا لي احوالات؟ الدكاتره دي ما اتمسكتش ليه؟ الناس دي لا عمري انا شفتها ولا شافوني. حوالات دي حوالات دي انا استلمتها لما سالت الفلوس دي ليه؟ فلوس دي تمن الكلي. قالوا لا دي مساعده. معايا مكالمات تثبت بالكلام ده. يعني بلاش كده. بلاش كده. سعادتك انا اسف قلت لي مين؟ قلت لي مين حضرته؟ الدكتور خالد. خالد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. جميل. انا كنت في نقابه رحت النقابه ووقفت الدكتور حسام وعملت فيه شكوى. الراجل ده لسه فتح المستشفى ولسه شغال. وصدقني عمل الموضوع ده مع واحده تانية وعامله له قضيه برضو اسمها فتحيه محمد علي فرج شهرتها ورده. الست دي من السيده زينب. الست دي كانت بتعمل مغص كلوي والكلام ده هي عامله بيه محضر بتاريخ 5/5/2012. دكتور خالد. بص يا استاذ اشرف يا فندم انا مع حضرتك اتفضل. استاذن معليك يعني يا ريت الوقائع دي كلها تم تقديم بيها بلاغات في النيابه العامه وفي محل تحقيق. اخر بلاغ من النيابه العامه هو اول امبارح. استاذن وزاره الصحه والسيد الوزير ان هو يعمل تحقيق اخر بلاغ هو حل لتجار الاعضاء البشريه في المستشفيات الخاصه يا فندم. بص يا فندم استاذن حضرتك يعني ما يخص وزاره الصحه من قبل مستشفى خاصه المستشفيات الخاصه انه بيتم تشكيل لجنه على الفور فور وقوع اي حادث من هذا النوع او اي مشكله. يا ريت فريق الاعدادي يعلي الصوت. من اداره العلاج الحر التابعه لوزاره الصحه المسؤوله عن المنشات الغير حكوميه وبتنزل اللجنه تفتش على المستشفى وطبعا اذا ثبت يعني اذا ثبتت هذه الواقعه فبيتم غلق المستشفى حاله الطبيب المسؤول لجهه التحقيق او اذا كان طبيبا حرا بيتم احالته للجنه اداب المهنه بنقابه الاطباء. يا فندم انا بتكلم على مسؤوليتي الخاصه والله العظيم ثلاثه معايا ورق يثبت بيقول ان الراجل ده. ايوه يا فندم انا مش دكتور ده جزار في مذبح. قلت انا سمعت يا فندم انا سمعت الكلام. لا انت ما سمعتنيش لسه. انا مش عارف اتكلم مع سعادتك. انا مش عارف اتكلم مع سعادتك. انا عايز بس استاذن الناس اللي قاعدين واوريك الجرح. انا عايز افهم بس يعني حاجه معلش على قد كده. ده سعادتك لو انت شايف ده دكتور في مستشفى ولا جزار في مذبح؟ انا عايز افهم يعني هو سعادتك ده فتح. بص انا هقول لك حاجه واحده بس. فتح هو الفتحه دي كلها كده من اولها لاخرها علشان يطلع الكلى بحالها سليمه ما فيهاش خدش. يعني عشان يطلع الكلى سليمه يذبحني كده. انا عايز افهم فين الراجل ده سايبينه ليه؟ ليه ما اتمسكش؟ الدكاتره اللي بيبعتوا لي فلوس دول من غير ما اشوفهم ولا يشوفوني بيبعتوا لي فلوس ليه؟ كاعانه. واحده بتقول لي تعالى اشغلك روح الامن وبتديني مواعيد وبتتصل بي مكالمات من صوتهم كلهم بيثبت ان الناس دي مدانه. دكتور خالد سايبين الناس دي ليه؟ ايوه يا فندم اتفضل. استاذن معاك بكره يتوجه الاستاذ اشرف واحنا معاه برفقته ويتم تحقيق فوري في الموضوع ده؟ ان شاء الله يا فندم. اليوم السبت صباحا هتنزل لجنه للمستشفى الخاص اللي فيها حدثت بها المشكله ونقوم بالتفتيش عليها واذا ثبت هذا الكلام سيكون هناك اجراء بغلق المستشفى واحاله الطبيب المختص او المسؤول عن هذه الواقعه للتحقيق او لجنه اداب مهن بنقابه الاطباء. يا معالي الباشا سعادتك كل وسنوافيكم بالتفاصيل يا فندم. يا استاذ اشرف في اجراءات يا فندم الوزاره بتاخدها ضد اي شكوى. يا دكتور معلش حضرتك اعذره ده واحد اتذبح. احيل الامر للتحقيق. يا دكتور خالد اعذره الراجل اتذبح. اعذره يا فندم. طيب يا فندم انا مش متاخر وانا بقول له الاجراءات اللي هناخدها واحنا بنشكر معاليك. اي واقعه تخص اي مستشفى خاصه يا فندم. معالي المستشار فريد نصر بيشكر معاليك. اللي انا عايز اقوله معلش للحاج الاستاذ اشرف. شكرا دكتور خالد ونامل ان الوزاره تتخذ اجراءاتها بس بسرعه ما تتواناش يعني. بنشكر معاليك يا دكتور خالد. يا حاج اشرف اتفضل سعادتك.
معلش انت ايه مخليك هادي كده؟ انت الست اللي انت اتكلمت عليها دي اللي كانت واقفه وقالت لك فقالت لك انت بتضحك ليه؟ مظبوط. دول سرقوا كليتك. مظبوط. هي عرفت اساسا؟ طب انت ما سالتهاش سرقوها ازاي؟ وهي عرفت ازاي؟ انا بحسبها بتهزر. انا بحسبها بتهزر. ماشي. ولعلم سعادتك في حاجه معلومه جميله جدا، اللي بيمسحوا كل البلاط هناك كانوا عارفين بالموضوع ده الا انا. عمال النظافه يا ابني افهم. وقالوا لي يا ابني يا استشار جاوبني على لما اسالك. اتفضل. تجاوبني عليه. اتفضل. انت دلوقتي انت راجل قمت فوت من العمليه اللي قيل ان عملوها لك. ماشي. ها؟ فبتفرق على الممرضات الحلاوه والبتاع. لا يعني ما هي دي حلاوه. ما هي اسمها الحلاوه يعني. ماشي. حلاوه انك انت عملت ماشي. العمليه نمت بالسلامه الحمد لله. خدت بالك؟ ماشي. انت قلت في واحده ست كانت واقفه. مظبوط. مش كده؟ مظبوط. فقالت لك انت يعني فرحان على ايه؟ مظبوط. ده الكلام اللي قلته. ايوه ايوه. فقلت لها يعني فرحان علشان عملت عمليتك؟ لا ده انت اتسرقت كليتك ولا خدوا منك كليتك. مظبوط. نزلت انا تحت للتاكد. اتفضل. ما سالتهاش. طب انت عرفت منين ان سرقوا كليتي؟ لا انا اقول لك الاحساس اللي جالي في ساعتها. جات لي حاله زي ما يكون واحد ايه هي بتتريق يعني. بالظبط. زي نكته. فانا ردي كان ايه؟ كلا. طب ما تقولي فش ولا بمبار. ده اللي انا قلته. يعني هو تعجب يا معلم. عموما انزل معاك تحت في الـ في الـ في اسمها ايه الاشاعات. وانت تتاكد. سابتني ومشي. فانا اوتوماتيك يعني الحديث بينك وبينها كلمتين. وقف عند هذا كلمتين الحد. بس ما خدتش اسمها. ما عرفها ولكن انا ارفض اقولها. يكفي ان انا بقول ان هي من التحقيق. لازم تقول. قلت في التحقيقات. قلت في التحقيقات. خدت بالك ذكرت اسمها في التحقيقات. ورئيس النيابه جابها. طيب عظيم. وقالت المعلومه دي واتضح ان هي اللي دلتنا ان في اكتر من 50 عمليه معموله. بس عايز اقول لك حاجه. فضل. يا عم اتفضل سعادتك. اتفضل. يعني ازاي الست دي هذا لا يتم الا داخل غرفه العمليات؟ ماشي. غرفه العمليات دي ده مش اي حد بيخشها. ماشي. كويس. ماشي. يعني الاطباء اللي هيبشروا العمليه. أنا الممرضات اللي هم بيساعدوا. انا افتكرت حاجه. انا افتكرت حاجه هقولها لسعادتك يمكن اول واحد يسمعها دلوقتي. قبل العمليه ما تتم بدقائق او ثواني. انا لما دخلوني انا كنت داخل على رجلي. لسه ما تبنكتش. اتنين حريم تخان بيعملوا ملايات كلها دم ومخدات كلها دم بيلموها. فانا بسال بقول ايه دول؟ قالوا يعني دول عمال. ماشي. عمال النظافه. خمسه دخلوا ثلاث اربعه لابسين نقاب واحده وشها مكشوف. فانا بضحك. انا ابن فرفشه بحب الضحك. بقول لها اشمعنى انت يعني اللي داخله وشك مكشوف؟ ما ازاي الناس دي ليه؟ قالت لي انا هلسعك لاس. انا دكتوره التخدير هلسعك لاسعه صغيره وبعد كده مش هتشوفني تاني. قلت لها طب والنبي الله قبل ما تسلسعيني بس اللاسعه دي انت هتاخده مني ايه؟ قالت لي ولا حاجه دي شكه صغيره كده. وما قالتليش ولا عرفتني. هل دي هي اللي قامت بتخديرك؟ يعني انا انا بقول لك اللي حصل. انا ما اعرفش. انا 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 اصل يعني ده بيبقى في طبيب متخصص للتخدير. هي انا عارف وشها. وقلت انا في قلت للنيابه قلت لو في وسطي مليون واحد اطلعها. راح معايا مقدم محمود الشرف. وهي الست دي اللي حطت الماده اللي قالت لك ان انا هحط لك حاجه كده مش هتحس بحاجه. هي قالت لي انا هلسعك لسعه. قالت لي انا استاذ التخدير. اللسعه دي بايه؟ بابره ولا؟ ما شفتش يا فندم. انا ما بفهمش في الطب. انا راجل كنت قاعد بتضحك وبتهزر. أيوة يا حاج. ايوه أشفر. انا كنت قاعد على البتاع الترولي ده. يعني شفت اديتك حقنه لسعتك بعصايه لسعتك بايه؟ اصلك انت بتتكلم وانت لسه لغايه دلوقتي يعني في وعيك الكامل. جميل. وشايف الستات اللي دخلوا منقبات وشفت. جميل. الست دي خلي بالك معانا المستشار بيكلمك تحقيق يعني. وبعدين بتكلمك بتقول لك انا هلسعك لسعه. لسعه صغيره يعني لغايه دلوقتي انت فايق. مظبوط. هتشوف بقى لسعتك بايه يعني؟ ما اعرفش بقى. لا انا كنت انا نمت بقى كده وعدلوني وبعد كده ما اعرفش حاجه. انا فاكر بس عد ايه وانتوا يا عم احنا عملنا عمليات وكان بيدي الحقنه يا فندم مثلا يا اللي بتاعت البنت الكانون. انا مش فاكر اقسم بالله العظيم ما فاكر. انا دماغي فيها هموم يا فندم. انا بايدي لا يعني هي مسكت ايدك كده خضرتك. مش هقدر اديك اجابه. انا مش قادر اركز. ممكن اساله انا سؤال يا ريس؟ اوي اتفضل. ايه ردك؟ انا كلمت صاحب المستشفى وقال لي ان انت مضيت اقرار ان انت متبرع. ده شيء طبيعي ان هو يقول كده. لا شوف انا اقول لك حاجه يا استاذ هشام في القصه دي. هو السؤال المفروض
من إباحة العمل الطبي حتى يباح العمل الطبي. أيوة معنا مستشار. إن لابد وأن تؤخذ موافقة المريض تمام. قبل إجراء العملية. تمام. إذا كان المريض مش في وعيه. أيوة رئيس. فبتؤخذ موافقة أهليته. تمام. الدرجة إذا كان مراته، إذا كان ابنه، بنته. لو ملوش حد. ثواني. خدت بالك؟ بعد إذا كان هو فايق بقى أيوة. بيمضي على الإقرار. تمام. بس في فرق بين أنا بمضي على إقرار بإيه؟ بالعملية. بعملية إيه؟ أيوة بالظبط. وفرق بين إن 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 المسألة تبقى تخش في جريمة. لو افترض. خدت بالك؟ أه مع المستشار. لا أنت داخل أصلاً قالوا لك إن في زي ما أنت قلت. هما بيقولوا إن أنا ماضي. إن عندك ثلاث حصوات أيوة. على الكلية. أيوة. وإن لازم نشيل الحصوات دي. أه. وإلا هتعدي الكلية التانية. أه يعني حاجة من الاتنين، يا إما هيشيل الحصوات دي أو هيشيل الكلية دي. وعايز أقول وهم بيقولوا لك هنشيل الحصوات برضه يا معالي المستشار. طب ما قال لهمش ليه ان انا معيش تكاليف للعمليه خاصه ان انت في مستشفى استثماري؟ بص يا فندم انا هقول لحضرتك على حاجه. قول لي الكلام ده كان في حوالي الساعه كام كده؟ كان بالليل ولا 10 بالليل او كنا داخلين على 10 بالليل؟ اه بص يا فندم الكلى وراحت، دكتور صدقني هو قال عليا قواضي، وقال ان انا ماضي، وقال ان انا متبرع، وعمال يطلع في حاجات وهو يقول اللي يقوله، وده شيء طبيعي ان هو زي ما قال اللي هو خد بالك دكتور قال لي كلمه جميله، هذا لا يجوز حتى قانونا ما يجوز. ماشي انا عايز بقى يعني خد بالك لو افترض معالي المستشار لو افترض صحه الكلام برضه لا يؤخذ بهذا. يعني افترض ان هو قال ده هو موافق. موافق ايوه. انا مش عايز اقول الكلمه دي عشان أيوة. حتى لا تكون في يتخذوها في ما لا انا على مسؤوليتي اترك انا هتكلم في قواعد عامه. قواعد عامه ايوه يا ريس. لو افترض ان كما يطبق عليك يطبق على غيرك. تمام. خدت بالك؟ اتفضل. اي طبيب ولكن يعني العقوبه فيها جنايه. تمام. جنايه حتى لو وافق معنا المستشار طالما انها مضره. ايه نص الماده؟ مضره. تمام. 240 ايوه عقوبات ايوه. خدت بالك؟ اي بني ادم يتسبب في ضرب او جرح متجرح تمام وينشا عنه دعاه مستديم رمز عامه دعاه حتى لو وافق على التبرع. ما هو ده مش تبرع. تمام. ولا تبرع ولا يجوز. لا يجوز قانونا لان اعضاء الانسان ده ملكا لله سبحانه وتعالى. تمام رمز. ولا يملك احد ان هو يلعب فيه. تمام. خدت بالك؟ المفروض العمل الطبي بيقصد ايه؟ العلاج. تمام. او اراحة المريض. يعني واحد داخل اما حاجة من الاتنين، لاما الطبيب بيشوف ان طريق علاجه تمام. في الحاجات الادوية او الحاجات دي، او انه يستأصل جزء اللي مسبب له لتعب المريض. يعني هو لو كان افترضنا ان الواقع استأصله جزء كان هو كان هنا راح استأصل عضو. أيوة. وهي الكلية. كان الاجدى ان هو يقول ان العضو ده فاسد ايا ما كان. تمام. استئصال العضو تمام او جزء منه تمام او فقد منفعته، يعني حتى لو تدخل وتسبب في انه يخلي المنفعه بتاعته تنقص، دي في القانون جنايه. جنايه احداث جنايه وبالوصف ده يعني في سبق اصرار. تمام. وسبق الإصرار يوصل للسجن المشدد لغاية 10 سنين. أنا وكان قبل سنة 2010. أيوة. لأنه حصل تعديل بالقانون 5 لسنة 2010. تمام. كان قبل كده بتوصل للسجن المشدد لغاية 15 سنة. تمام. جه المشرع في 2010 عدل الفقرة دي. مش عدلها، ده لغاها الفقرة الثالثة بقى. إذا كان الفعل واقعا من طبيب. معرفش أنا يعني الحقيقة اللي عدلوا اللي لغوا الفقرة دي يعني إيه كانت الهدف منه؟ كان في فقرة تالتة إذا كان الفعل واقعا من طبيب كان السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنين. السجن المشدد عقوبته من 3 ل 15 يعني كان ممكن المحكمة تديله لغاية 15 دي سنة. دي اتشالت. دي اتلغت الفقرة دي. لغت. مصيبة. بقت من الحد الأدنى 5. مصيبة. من 5 ل 10. تمام. السجن من 5 ل 10. هي نزلت العقوبة. سيادة المستشار خدت بالك؟ نزلت بالعقوبة. اسمح لي بس اتكلم كلمتين. ما انا هقول لك يا حاج اشرف. احنا عايزين خلي بالك يا حاج اشرف الكلام اللي بيقوله معالي المستشار كلام مهم جدا. انا بكلمك قانون. كلام قانون اللي ده موضوع هتاخد حقك. عايز تحقيق. ماشي. خد بالك. يعني معالي المستشار بيساعدك. انا لا اعرف الطبيب ولا اعرفك.
تمام يا راجل. طب ده حسام الدين مصطفى الجرزوري ماليش دخل بيه، مش معروف عنه، هو بتاع كل الحاجات، مش عايزين كل شر اللي دول. بص عادتك الكلى واتاخدت، ارجوك اسمعني اديني فرصه بس، انا حاسس ان هموت، انا انا هموت لو ما اتكلمتش يا عم اشرف ارجوك والنبي. اللي اهم من الكلام الكلى واتاخدت خلاص. انا المشكله بقى مش في كلية، مش في الدكتور، مش في المستشفى، انا ممكن انسى كل ده. لا لا، اللي يرتكب جريمه لازم تقطع رقبته. الطب الشرعي مش حاجه اسمها اقول ان يفلت من عقاب. لما انا رحت ساعتك، لما انا رحت يا بس لا يفلت من عقاب مذنب. ماشي خدت بالك؟ ماشي. اي مذنب ايا ما كان مش هيبقى اكتر من حص مبارك. صح يا ريس. اه ماشي. لما انا رحت ساعتك، لما انا رحت يا باشا، حاجه اسمها قلت لا، لما انا رحت للنائب العام عشان اقول له على الحكايه دي واكتشفت ان ما فيش كليه، قال لي اعمل محضر في اسم، في اسم اقرب اسم. لما تخيل بقى ساعتك، لما انا مداخله هاتفيه من لما اروح الاسم، اسم الزيتون اقرب اسم، وقابل رئيس مباحث محمود لاعصر. استاذنك بس في مداخله هاتفيه، مين معانا؟ اه بعدين. وافاجئ وفاجئ بان الضابط ومعاه ثلاثه ضباط، احمد الجمال ووليد المعداوي ومحمد الاتيبي وعلى راسهم محمود لاعصر. وايه دخل الاسم في الاسم؟ ما عشان اعمل محضر زي النائب العام قال لي. اه يعني رحت اعمل محضر بقول لهم انا في كذا كذا كذا، والدكتور قال لي مش معقول، ده الدكتور ده الدكتور جنتل، ده الدكتور كويس. قعدوني جابوا لي ليمون وجابوا الدكتور حسام ودخلوه، وبعد منها بربع ساعه راح طلع الضابط معاك موبايل يا اشرف. قلت له معايا. راح واخد الموبايل بتاعي ودخل تاني ربع ساعه تانيه وراح طالع. طب مشاكين يا دكتور حسام، ولقيته بيمشي. فانا بقول له انت ماشيه ماشي ازاي؟ قال لي انا هقول لك كلمتين، انت متهم، انت الدكتور حسام تهمك بان انت مهدده بالقتل عن طريق الموبايل وسبه وقصف. قلت له انا ببعت له رساله تهديد بالقتل؟ قال لي اه. قلت له انت خدت الموبايل، انت خدت الموبايل يا باشا؟ ده بيتني في الحجز، وتاني يوم وداني النيابه الحقيقي السابع، وطلعت براءه. وانا هناك جيت اخد الموبايل، قال لي امبارح انا بعته لك على الاسم، لما رجعت الاسم عشان اخد الموبايل بعتني السعيد على قضيه. قول لي يا حاج اشرف، معلش انا هقف نسمع. اتفضل. سياده النائب العام او احد من اعضاء مكتب النائب العام يحيلك يقول لك روح اعمل محضر في الاسم؟ ايوه يا فندم. وقع زي كده كان كنت حققها النيابه العامه. عرفت بقى الكلام اللي هو القانوني؟ طيب انا لو سياده المستشار عبد المجيد محمود لسه موجود؟ لا خلاص مش هو ده اول واحد انا كلمته، هو اللي قال لي اعمل محضر. بعد كده قال لك اعمل محضر في الاسم. ده انا محضر هاتفيه للاستاذ رجب من المنيا. عملت بلاغ. اتفضل يا استاذ رجب بعد اذن ما اتكلم مع المستشار. استاذ رجب من المنيا اتفضل. استاذ رجب تمام كمل. بص يا فندم، انا لما رحت عملت الظابط يا حاج اشرف بعد اذنك بس انت في بس أشرب. مشكله اللي انت النهارده لا ومشكله تخص كل المواطنين معالي المستشار. النهارده بيبقى ليك حق وبتضيعه. معالي المستشار بيقول لك الاجراء القانوني الصحيح اللي فيه ان انت من خلاله تاخد حق. اتفضل معالي المستشار. ايوه انا عايز بس يعني ده بالعام هو بنفسه يا فندم. انا عشان ما يقولش ان انا بتبلى على حد، قرار احاله الناس دي زي ما عملوا معايا كده واتهموني. قرار احاله ثلاث ضباط باسم الزيتون المغرين دول متعدى على مواطن اهي. بص بص بص، واحد اسمه ايهاب السباعي، الراجل ده اتعدوا عليه. صدقني انا بقول لك ده باوراق رسميه بمحضر 501. يا حاج اشرف اللي انا عايز اقوله ايه؟ 507 اسف. ما تستندش الى وقائع مكتوبه في صحف يا فندم. ده على اقول لسعادتك على حاجه. طيب انا اقسم بالله العظيم في حالتك انت يا حاج اشرف، انت عايز ايه؟ عايز بس المستشار. عايز يا فندم، عايز اثبت بس للناس عايز ان الضباط دي انت مالك بالناس. انت عايز ايه؟ الضباط دي زي ما عملوا معايا كده واتهموني وانحازوا الدكتور، ونفس الضباط هم محمود لعصر واحمد الجمال ودي مع دولة، هم متهمين، هم في قضيه تمام، وهم متهمين اساسا، هم اساسا متهمين. الناس دي ما جاتش، الناس دي ما اتسالتش. حاج اشرف الدكتور ده ما اتسالش ولا لسه؟ نعم. النيابه حققت معاك؟ النيابه بتحقق وكلهم في النيابه. هو ده كنت عند النائب العام، هو قرار من عند النائب العام. الطب الشرعي رحت الطب الشرعي ثبت ان هي مش موجوده. يوم 6/5 كنت في الطب الشرعي وثبت ان هي مش يعني موجوده. يعني هو ماشي في اجراءاته يا فندم. انا تعبان، انا ماشي لوحدي، معيش محاميين. انا معيش محاميين. احنا معاك ومعلي المستشار معاك. بس انا عارف اساسا، انا بقولها كده على الشاشه قدام الناس. انا كبرت، انا خلاص ميت، بس عايز اخد حقي قبل ما اموت. الناس دي افتروا عليا، الظباط دي فاكره ان ربنا فوق وهم تحت، عمالين يدوسوا على الناس. ما تشوفوا اوراق، عايز حد من لا من دلوقتي من الموضوع في ايد النيابه مش في ايد الشرطه يا فندم. الناس دي ثبت اهو، ما ثبت ان الناس دي ناس بلطجيه. انا بقولها جهرا وعلى مسؤوليتي، يتهجموا على واحد ويتحرشوا بمراته ويسرقوا الدهب ويسرقوا الفلوس
وبعد كده هم معايا في نفس القضيه بتاعتي، يودوني السعيد ويودوني اسكندريه ويبهدلوني. حاج اشرف مش عارف. قبل ما نختم لقائنا عشان وقت البرنامج، الناس دي يعني الناس دي خلاص يعني. بعد اذنك حاج اشرف، بعد اذنك قبل ما نختم لقائنا مع المستشار الجليل المستشار فريد نصر مشكورا، بيقول لك النهارده في اجراءات قانونيه عشان تاخد حقك. الاجراءات القانونيه اللي انت مشيت فيها، المحضر اللي تم تحريره وعرضك على الطب الشرعي، احنا من خلال برنامج استشارات قانونيه هنتابع معاك الاجراءات، وهيبقى فيه محامين متطوعين معاك تمام. وبكره يوم السبت هننزل معاك مع مكتب سد وزير الصحه، وهننزل اللجنه، ويتم ان شاء الله باذن الله تشميع المستشفى واحاله كل الاطباء للمحاكمه الجنائيه. وبنوعد المشاهدين ان احنا هنعرض الكلام ده في الحلقة القادمة بإذن الله. بكرة أعزائي المشاهدين قبل ما نختم لقائنا هيكون معانا المستشار عصام كمال، المستشار عصام كمال، عشان هنتكلم على انتخابات المحليات. بنشكر معاليك معالي المستشار الجليل، بنشكرك حاج أشرف، وبإذن الله نوعدك إن احنا هنجيب لك حقك. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة بإذن الله، انتظرونا غدا الساعة 8 مساء. حاج أشرف.